بسم الأب والابن والروح القدس إن واحد أمين. موضوع قصتنا اليوم هو إنه واحد بيقول كنيستنا بتتكلف كتير قوي ودايما بيطلبوا بفلوس وعايزين فلوس ومحتاجين لفلوس. فرد عليه أحد الخدام بهذا الرد، قال له اتولد في بيتنا طفل وبقى كلفنا كتير، وبعدين كل ما كان يكبر كان تزيد التكاليف والمصاريف بتاعته. الولد شهيته مفتوحة، عاوز لعب، بعد كده عايز يروح المدرسة، أدوات مدرسية، بعد كده كبر ودخل الجامعة عاوز عربية وعايز كمبيوتر وعايز آيفون وعاوز طلبات كتيرة خالص. ابتدت تزيد الطلبات وتكتر المصاريف لغاية لما الولد وصل للسنة النهائية في الجامعة وإذا بيه يموت في حادث سيارة. ومن يوم ما شيعت جنازته ما كلفناش ولا مليم ولا سنت بعد كده. ففكرك إن هون أحسن، إنه كان ابننا يعيش ويتكلف مهما تكلف ونصرف عليه مهما نصرف أفضل، ولا إنه يموت ونوفر المصاريف؟ فطبعا كانت الإجابة إنه لا، طبعا يعيش ويتكلف زي ما يتكلف. فرد عليه قال له هكذا تماما، الكنيسة طول ما هي حية وليها مشاريع وأنشطة ونهضات ورحلات ومؤتمرات وخدمات وبعثات تبشيرية ومساعدات للفقراء ومشاريع حضانة ومشاريع للبيت مسنين وغيره وغيره، طول ما الكنيسة حية وشعبها حي بتتكلف كتير، هتتكلف كتير باستمرار. لكن لما الكنيسة تموت وتبقى ميتة وشعبها بخيل وما يهتمش بالمشاريع والخدمات والحياة الروحية ومشاريع الخدمة دي كلها، فطبعا في الحالة دي الكنيسة هتموت وتبقى ما هيش محتاجة للمصاريف دي. فأيهما أفضل؟ إن الكنيسة تبقى حية وتتكلف زي ما تتكلف وتزيد التكاليف كل ما تزيد الأنشطة والخدمات وتبقى كنيسة حية ومحية لكل من يدخلها وكل من يعيش حولها أو يتصل بها، ولا إن تبقى الكنيسة ميتة وشعبها خامل وبخيل وتتوقف عن طلب المال؟ طبعا أفضل إن الكنيسة تكون حي وتتكلف على قد ما تتكلف. شكرا، ونلتقي في حلقة أخرى.